اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخير؟ اش كتعاودو؟ هاد المنطقة هادي أول مرة كنجي هنايا، يعني واخا ماشي بعيدة عليا زعما فين كنسكن، يعني أول مرة كنجي هنايا، يعني كل مرة كنقول نمشي نشوف نمشي نشوف اشنو بداو تما اشنو دارو تمايا، وحتى اليوم عاد كتب لي باش نجي هنايا، يعني واخا انا ماشي بعيد زعما على هنايا، ولكن يعني كنقول كل مرة نجي نمشي ساعة، راه جيت راه لقيت المدينة بناوها هنايا، يعني راه هنايا كان في الاول هنايا كان هنا غير الماء، دابا راه بناوها وداروا فيها مدينة، يعني طلعوا الديور وسط الماء، يعني هاد الناس طلعوا الديور هنايا، يعني اللهم بارك وزوقهم. واخا اليوم غادي نجاوب على بعض لي كومونتير ديال شي دراري، واول حاجة بغيت نقولها انا يعني كنشكر كاع جميع الناس اللي كيشجعوني، والناس اللي زعما كيشاركوا في القناة، يعني وكنشكر يعني هاد الشهر هذا راه تقريبا شي 1000 ولا 1200 ديال الناس اللي دخلوا جدادين في القناه، وكنشكرهم يعني جزيل الشكر. راه حتى انا داكشي علاش دابا كنضرب الكيلومترات باش ندير الفيديوهات، يعني هادشي وراه فيه ستريس، فيه سير هنا وسير هنا، يعني داكشي حتى الى داك التشجيع ديالكم وهداك الشيء ديال اللي كتدخلوا في القناه وكديروا زعما كتابوناو فلا شنو هذاك الشيء، يعني بغيت نشكركم كاملين، وبغيت نشكر عاود واحد الفنان كينتمي لهذيك المنطقة ديال الجنوب الشرقي اللي هو بوري الحسن، كنشكرو حتى هو والزملاء ديالو وجميع كاع الناس اللي زعما كيشجعوني وكيقول لي زيد ديرينا الفيديوهات ودير، وهذا الشيء اللي كندير راه انا ما كان زعما ماشي كندير هذا الشيء مقابل ولا شي حاجة، يعني كما كيقولوا واحد المثل المغربي قال لك ما كيحس بالمزقوق غير اللي مضروب به، يعني في الاول حنايا ملي كنا في الاول حنايا ملي كنا محتاجين المعلومات ما كاينش واحد اللي غادي يزودنا بالمعلومات، يعني وهذا الشيء اللي كندير راه كنديرو غير على الدراري والبنات اللي بغاو يجيو هنا جدادين واللي هنايا، واللي يعني هذه المعلومات اللي كنعطي انا راه ما كنقولش شي حاجه اللي انا ما متاكد فيها، لان علاش؟ لان اي زعما اي فيديو نزلته في اليوتيوب راه كيتدرس حرف بحرف هنا في هولندا، يعني راه الهولنديين هادو راه ما كاينش واحد اللي كينزل شي حاجه في اليوتيوب يعني وما كتدرسش، يعني راه كون كانت شي حاجه زعما اللي هي انا كنفرفر ولا كنقول شي حاجه اللي ما كايناش غادي يهزوني في الدار، يعني راه الهولنديين راه كيفحصوا حرف بحرف، يعني باي لغه هضرتي راه كيجيبوا الترجمه، المترجم راه كيترجم عليهم، يعني هادشي اللي كنقول انايا راه يعني ما كنقولوش انا من راسي، راه يعني كنبغي ندير فيديو على حاجه وكنمشي نقلب في بلاصتها يعني في انترنيت، ولا نمشي عند الناس اللي كيعرفوا في هذاك الشيء، ولا عند مارتش خاب الكفريك هذاك مساعد اجتماعي، ولا عند محامي، ولا نسول على الحوايج باش نجيب هذاك الشيء في ورقه عاد نقول، يعني راه ما كنقولش انا شي حاجه زعما اللي كنهزها من راسي ولا شي حاجه، يعني هذا الشيء اللي كنقول، يعني راه هذا الشيء اللي كاين في القانون ديال الهولنديين هو اللي كنقول انا، شي حاجه اللي ما كنعرفهاش، راه بزاف ديال الدراري كيقولوا لي ودرنا فيديو على شي حاجه اللي ما كنعرفهاش، يعني الحاجه اللي ما كنعرفهاش انايا راه ما نقدرش ندير عليها فيديو، ولا شي حاجه الا ما شفتهاش بعينيا مثلا في واحد السايت في الانترنيت ديال هذيك الحاجه انا ما نقدرش نهضر عليها واخا. والحاجه الثانيه بزاف ديال المشتركين في القناه كيطلبوا لي الرقم ديال الواتساب ولا الفيسبوك، اولا انا ما كنديرش الفيسبوك، واحد الفيسبوك اللي كان عندي راه بلوكاو عليا مع 2016، ما نعرف شي واحد دخلو تما وبدلو الكود ولا ما نعرف، المهم راه بلوكاوه، يعني راه ما الفيسبوك انا ما كنستعملوش، يعني الفيسبوك انا ما عنديش، الرقم ديال الواتساب الا انا بكل زعما مشترك في القناه نعطيه الرقم الواتساب ديالي، يعني حتى انا راه كنخدم، يعني هاد الفيديوهات اللي كنديرهم مثلا راه كنديرهم مثلا في الوقت اللي عما ملي كنخرج من الخدمه، وهداك الشيء الا مشيت مثلا نفرق النمره ديالي على الناس كلشي، الناس اللي زعما اللي هما تابونو فلاشين، يعني راه ما غاديش تكون عندي الوقت باش نخدم، راه خصني غير نبقى نجاوب الناس في الواتساب، ولا يعني الواتساب ما نقدرش نعطي وانا ما كنعتذر منكم في هادشي، يعني واخا بغيتي تقول لي شي حاجه ولا بغيتي تسولني شي حاجه كتب لي تما في الكومونتي، واخا يكون بريفي، يعني القناه راه ديال الجميع، هاد القناه ما عندنا ما نخبو فيها حنايا، يعني ديال يستافد منها كلشي،
وهادشي اللي كاين اللي بغى يقول لي شي حاجه يعني دري بزاف كيسولوني، واه بغيت نقول لك شي حاجه بريفي، اعطيني الفيسبوك ديالك ولا اعطيني سناب شات ولا اعطيني هذاك الشيء، انا ما كنديروش. قال لك واحد الفيسبوك هو اللي عندي من 2016 بلوكاو عليا، ما عرفت شنو فين كاين المشكل، تما شي واحد خلوه ولا شي حاجه ولا ما عمرها تبلوكا. وهادشي اللي كاين الواتساب راه ما نقدرش انا نفرقو كاع على الناس اللي هما تابونو في لاشين، لان علاش؟ لان حتى انا عندي الخدمه وعندي هذاك الشيء، يعني راه ما نقدرش انا في وقت الخدمه مثلا باش نبقى غير ندير الواتساب ولا ندير هذاك الشيء، يعني حتى انا كنخدم. وكمان نعاود نكرر يعني هاد الفيديوهات اللي كندير راكم كتشوفو ديما، راه الا ما درتوش في الليل يعني نديرو السبت لحد النهار اللي ما نخدم، اما من الاثنين الى الجمعه راه حتى انا كنخدم، يعني راه ما كتكونش عندي الوقت بزاف، الا بعض المرات الا كنت خرجت برا نخدم ولا شي حاجه، يعني نخطف واحد الفيديو هكا وانا صايق ولا شي حاجه ندير فيديو، اما يعني باش نجلس مثلا بحال هكا ولا شي حاجه يعني باش ندير فيديو راه صعيب عليا. واخا اول حاجه الثالثه غادي نجاوب على الدراري وهما سولوني، قال لي اشنو هما الشروط ديال الجنسيه هنايا في هولندا، يعني الشروط ديال الجنسيه هنايا، الواحد جا هنايا مثلا وبغى يحصل على الجنسيه الهولنديه، اولا انا باغي نحيي الشعب الهولندي لان يعني شعب الطوب، يعني كيسهلوا الامور ويعني كيعاونوا البرانيين وبزاف ديال الحاجات، يعني واحد الشعب يعني انا ما عمرني شفت شي شعب بحال هذا، يعني الناس يعني ما بغيتي زعما فين ما بغيتي تجي تجي، يعني تسكن وسط منهم ولا تخدم معاهم ولا، يعني شعب رائع جدا. اما الهولنديين كنسمع انا من الدراري الاخرين في فرنسا وفي ايطاليا وفي اسبانيا وهذاك الشيء، يعني كيكون هذاك الشيء ديال العنصريه ولا هاد البلاد هادي ما كاينش هذاك الشيء، يعني الا كاين زعما شويه العنصريه كتكون واحد 0.0000 شي حاجه يعني ديال العنصريه في هذوك الناس اللي هما ما عندهمش العقل وهذاك الشيء، ما اللي هما الناس اللي هما زعما الهولنديين ديال الصحراء ما كاينش شي حاجه زعما اللي يقول لك شي واحد راه كاين العنصريه هنا ولا شي حاجه. والحاجه الثانيه على الهولنديين هنايا سهلوا الامور لكل شيء، يعني ماشي بحال البلدان الاخرين باش تسنى الجنسيه 10 سنين ولا تسنى هذه ولا هذو، لا يعني حاجه سهله. يعني اول حاجه هذوك الدراري اللي تزادوا هنايا مثلا والديهم عندهم جنسيه، الدراري اللي تزادوا هنايا ولا البنات والوالد والدين ديالهم عندهم الجنسيه، هذوك ياخذوها اوتوماتيك زعما ما هذاك بلا شروط بلا حتى شي حاجه، النهار اللي كيتزاد كيمشي كيبغي يسجل في البلديه صافي كيعطيو الباسبور ديالو على الجنسيه. اما بالنسبه للناس اللي جايين مثلا من شي دوله اخرى لهولندا هنايا مثلا بالطريقه ديال الزواج، او مثلا جا مثلا استثمر هنايا، او ولا مثلا جاب اللجوء، او بزاف ديال الحاجات، يعني هذوك الناس اللي كيتزادوا هنايا والديهم عندهم جنسيه ما كنهضروش عليهم، هذوك هذاك راه كيتزاد فين ما بغى يتزاد يتزاد، يعني مثلا بحالي انا عندي جنسيه هولنديه وانا ولادي مثلا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب ولا تزادوا تمايا، هذوك صافي تمتم يعني غير يتزاد تمايا كيمشي للقنصليه تما كيدي الجنسيه ديالو. اما بالنسبه مثلا الناس اللي جايين هنايا مثلا بالزواج ودخلوا لهاد البلاد هادي، اشنو هما الشروط ديال الجنسيه هنايا؟ اولا هذاك اللي دخلك لهاد البلاد سواء مرأة ولا رجل، يعني سواء الرجل تزوج ودخل مراتو من 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 برا وجابها هنايا، او المرأة دخلت رجلها من برا، شنو هما الشروط المطلوبة هنايا؟ اول حاجة يعني ملي كتجي هنايا كيعطيو لك هذيك لاكارت سيجون، هذيك لاكارت بالعربية كيقول لها الوراق ديال الإقامة، يعني هنايا في الهولندية كيقول لها في البلاي فرقوني يعني الرخصة ديال الإقامة. عاد كتجي من هنايا كيعطيوها لك، كيعطيوها لك مؤقتة، واخا يعني انت جيتي بالزواج كيعطيو لك هذيك الكارتة مؤقتة، يعني كيكتبوا فيها اللور تمايا راه مؤقتة راه ماشي دائمة، وكتكتب وكيكتبوا فيها في اللور تمايا السمية ديال هذاك اللي جابك. والحاجة الثانية ملي مثلا كيعطيو لك هذيك الكارتة ديال 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 الرخصة ديال الإقامة هنايا في هولندا اللي كيقولوا لها في بلايف خوناي، اشنو كيكتبوا لك تما؟ يعني راك انت يعني مثلا كيقول لك زعما راك انت افهانك لك ديال هذا اللي جابك، يعني هذا راه هو اللي كيتحكم فيك اللي جابك، حتى دوز واحد المده ديال مثلا هذاك ديال 3 سنين الى هذاك اللي جاب هو عنده جنسيه، الى ما عندوش جنسيه حتى هو عنده غير الاوراق بحال هذوك يعني 5 سنين هو اللي كيتحكم فيك، اما الى عنده جنسيه هولنديه هو كي الى عنده جنسيه هولنديه
3 سنين، ما معنى هذيك 3 سنين، 3 سنين خصك تبقى معاها في الدار وتسجل معاها في البلديه 3 سنين، تكونوا في لادريسه وحده 3 سنين. وداك الساعه ملي كتفوت هذيك 3 سنين وكانت مشيت نجيب هذيك ان بيرخيرين اكسامان ديال النيفو تفاي هنايا في هولندا، يعني ملي كتجيبو ساهل، يعني ماشي شي حاجه يعني اللي هي يعني راه الدراري كلهم كيجيبوه، البنات كيجيبوه. وملي كتجيب هذاك ان بيرخيرين اكسامان كتجيبوه هنايا في سميتو، كدوز هنايا كتجيبو صافي. ملي كتكمل 3 سنين هنايا مع الزوج ولا الزوجه اللي دخلاتك من برا صافي، كتمشي كتدفع الجنسيه ديالك الى عندو الجنسيه هذاك اللي دخلك من برا. يعني الى هذاك اللي عندي اللي دخلك من برا عندو الجنسيه، يعني راه في 3 سنين الى جبتي هذاك امبيروخرين كتمشي كتدفع الجنسيه ديالك. اشنو كيكون مطلوب في هذيك الجنسيه؟ هذاك امبيروخرين ديك الاوراق ديال الامتحان ديال هنايا، وكتجيب هذاك خبرت لك هذاك خبرت لك هو ليكستري ديالك، يعني يكون مطبوع من 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 من, من القنصليه في هولندا. هذاك تاريخ الازدياد كيقولوا له بالمغربيه واقيلا بالعربيه، هذاك الازدياد يعني ليكستري صافي. والباسبور ديالك وهذاك الشيء، وكتمشي كتخلص من 100 الاورو، دابا راه وصلوا لك من 100 وشي حاجه اللي كتخلص عليه صافي، كتدفع صافي. كيقولوا لك صافي دفعتي صافي، تسنى المهم حتى يوافق لك الملك، راه الملك هو اللي كيسني ديال هولندا صافي. كتدفع 3 شهور 4 شهور 5 شهور حتى 6 شهور كاع كيسيفطوا لك برا صافي. كيقول لك راه الجنسيه ديالك تقبلات ولا ما تقبلات. وكان واحد الحاجه، اشنو هي ديك الحاجه؟ الا دوزتي الحبس هنايا، برضو دوزتي الحبس هنايا ما تحلمش بها. الا دابستي هنايا مثلا وداوك البوليس وهداك الشيء وعرفت دابستي مثلا، ما تحلمش بها. الا خلصتي واحد البروسي مثلا اللي فايت 700 ولا 800 اورو الفوق، راه كتلف الدوسي ديالك، يعني راه عمرك تحلم بها. راه بزاف ديال الدراري هنايا يعني اللي دوزو هنايا 20 عام 25 عام 30 عام ما عندهمش. علاش؟ لان في الصغر كيدابزو كيدخلوا للحبس وكيسرقوا وكيديروا المشاكل، يعني والو كاع يا ما يدفع الطلب وكيرفضوا له، يعني ما عمرو يعني غادي يحلم بالجنسيه الهولنديه ياخذها. لان علاش؟ لان يعني الدوسول ديالو ماشي مزيان. وهذا الشيء اللي كاين، يعني الجنسيه هنا في هولندا راه سهله، غير دوز 3 سنين مع داك اللي دخلك هنايا سواء المراه ولا الراجل، وتجيب هذاك الامبير خير هذاك الامتحان هنايا، يعني راه ساهل، راه ماشي شي حاجه، يعني راه ملي كتجي هنايا راه دغيا كتجيب هذاك الشيء. وكيعطيو لك واحد المده ديال 3 سنين، هذيك 3 سنين اللي هذيك 3 سنين مثلا اللي الاولانيه كيعطيوها لك هما، يعني كيقول لك عطيناك 3 سنين خصك تجيب هذا الامتحان هذا، يعني واخا تكون كاع ما عندكش العقل غادي تجيبو صافي. ملي كتجيب هذاك الامتحان ملي كتوصل 3 سنين في البلديه كتمشي كتدفع، كتخلص من 100 اورو ولا 800 وشي حاجه اللي كيخلصوا عليه وصلوها دابا صافي، وكتسنى. الا الدوسي ديالك القيمة ما عمرك مشيتي للحبس وما عمرك دابز وما خلصتيش بروسي، يعني راه كت يعني راه صافي، راه كيسيفدو لك يقول لك صافي الجزيرة راه كانت مقبولة. وملي كيقبلوا لك الجنسية ديالك كيقول لك غاتمشي دير السيرموني هنايا، غاتمشي صافي كتمشي للبلدية الكبيرة هنايا، كيجمعوكم مثلا بواحد 50 ولا 60 ولا 70 واحد كاع اللي غادي يديو الجنسية، حتى يجمعوا واحد 60 ولا 70 ولا 80، وكيديروا لكم الحفلة، كتمشيو دوزو هذاك السيرموني وتقراو هذيك التحيات العالم ديال الهولنديين صافي. من تما كيعطيو لك رخاء يقول لك راه من اليوم راك انت هولندي صافي، عندك الحق تمشي للبلدية دير جوج تصاور ديالك، وعندك الحق باش تمشي تجيب الباسبور ديالك صافي. كانت من تما كتشد هذيك الورقه كتمشي للبلديه. ملي كتمشي للبلديه اش كيقول لك صحاب البلديه؟ واش بغيتي دابا ولا بغيتي حتى الغدا؟ الا بغيتي دابا كتخلص الدوبل مثلا، الا الباسبور كيسوى 50 اورو كتخلص مثلا 70 اورو ولا 80 اورو كيعطي لك تمتم. الا ما زربانش ما بغيتيش تمشي فاكونسي ما بغيتيش تخرج لشي برا ولا شي حاجه، كتقول له خليك حتى الغدا، كتخلص غير هذاك نورمال، هذاك نورمال برايس زعما اللي هو هذاك المبلغ زعما اللي هو عادي كتخلصو، وغدا كتجي كتجيب الباسبور ديالك صافي ها الجنسية عندك. يعني هولندا هي الدولة اللي سهلات زعما جميع الوثائق على الجنسية. إوا هادشي اللي كاين الإخوان، المهم الفيديو ديال اليوم راه كما كتشوفو راه باغا طلعت ليها الشتا، شوف هي طلعت من ليه. يلا كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، راه وصلتو 15 دقيقة. واللي بغا يسولني على شي حاجة ولا شي حاجة يسولني في الكومنتير، المهم أنا نبقى نجاوب. يلا الاخوان شكرا على التشجيعات ديالكم وعلى كل شيء، واللي عجبو هادشي يشترك في القناة. شكرا.